عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أكلاتي مع حورية. اليوم إن شاء الله نقدم لكم دجاجة معمرة بالكفتة والبيض المسلوق. قاوا معي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير هذه الوصفة كنحتاج دجاجة مغسولة مزيان بالحامض والملح ومنزوعة العدس. كنشلحوها مزيان كما كتشوفوا. كنرشوها بشوية الملح والبزار. من بعد كنحتاجو ملعقة كبيرة نتاع عصير الحامض، نزيدو عليها شوية المعدنوس، ثلاثة الفصوص نتاع الثوم محكوكين. نديرو الشرمولة اللي حطنا قبل فوق الدجاجة. عندنا 400 غرام تاع كفته، كنزيدو عليها نصف حبه بصل، شويه د المعدنوس، شويه د الملح، شويه د البزار. كنخلطو كلشي مزيان. من بعد كنديروا الكفتة اللي شرملناه في جنب الدجاجة ونحطه وسطها البيض المسلوق ونجمعه الكل. Thank you.
كان دهنوا الدجاجة بشوية زبدة بلدية ونديروها في ورق غذائي في بابي ألمنيوم، كنجمعوها مزيان من الجناب. في الأخير كنديروا الدجاجة في فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 من الأسفل ثم من الأعلى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.